السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کا پارٹ نمبر 16 پڑھیں گے، تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل لا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا من الظالمين۔ وقلنا يا آدم اسكن وقل لا يا آدم اسكن أنت وقل لا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقل لا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقل لا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وقل لا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔
وقل لا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض فأزلهما الشيطان أنهى عنها فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فأخرجهما مما كانا فيه وقل اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ولكم في الأرض ولكم في الأرض مستقر ومتاع ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين
حين ولكم في الأرض مستقر